بقيع فيها الصورة الجميلة أبد عمري ما نزيد نخالط العلايا ديكي راني غلقت باب وقضيت ما تغلقوش أمين ما تغلقوش كانت عندي فيه غير شمعة مش طاو مرايا هذا مكان مسحور ما قدرت أنا نسمح فيه الجيران شكاو زادوا داروا فيا حكاية حسبوني يلا جاوبت اللي جهل فهني خدوني وشوفوا بيها جاوبت اللي جهل فهني مروان الله الله خدوني وشوفوا بيها انت تلغبت منها عليك حبيتوني باش ننسى فوكو صحابتي حبيت نقول لكم صحة فطوركم البنات حكيت لكم شحال اليوم تشاني نتفرج في رمضان اني نتفرج برنامج واحد برك دار الفشوش هذيك هي الفشوش سي الحلو سي الحلو بياسر نقول لك حاجه انت درتيها هكذا غير كي على بالك باني قدامك جابها بنتي شوفوا البنات والله العظيم ماشي كي راهو قدامي مروان على بالو شحال نعزومي والله ما راني نشوف حاجه في لاتيلي غير هو صافاني عجبك بزاف شوفوا الديكور الغال السيناريو الكاليتي روعه بقياده الاستاذ جعفر قاسم ما شاء الله ميرسي بوكو مايا العزيزه ما انا كاينه حاجه نقولها شوي تري فان دو كونتينو اللي ولا عندك ماشي خويا مروان لي فيديو مرياليزيين ديديكاس ليك وسلميلي على داركم كاع كيما راهم وربي يحفظك يعيشك خويا حفظك اي ما قلت لكمش وين رانا في الجولدن فيلاج الله الله واحد القعده خلويه ما شاء الله اي حبيت نقول لكم بلي نهار الجمعه ان شاء الله راهم دايرين في الجولدن فيلاج سواري انيمي ولا نقولوا راهم جايبينها والقعده هنايا ما تشبعش روعه ما شاء الله شي مقطره ترمي لا طوبال شعرك في الزمان الماكياج زوبر ولي خالي